بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والتسليم. نعود لكم من جديد ومحاضراتنا الممتعة. نحن فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة، فريق العربي من المحيط إلى الخليج. اليوم معنا الأستاذة دعاء أبو عمرة سعد وشهرتها دعاء النادي. نبدأ في سطور عن المدربة: استشاري لجنة التدريب بفريق الممتاز للتسويق التعليمي، معلم أول رياضيات بإدارة جرجة التعليمية، تمهيدي ماجستير تكنولوجيا تعليم، مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين ومركز التطوير التكنولوجي وأكاديمية مايكروسوفت وجامعة عين شمس وأكاديمية حكاية وطن ووزارة التربية والتعليم. اليوم محاورنا الأساسية في ورشتنا هي أداة تشات جي بي تي، Presentation Work 2، كيفية عمل صورة تتحدث. والآن تفضلي الأستاذة المبدعة دعاء النادي لتبدأي ورشتك التدريبية. كان معكم خلود حلمي محمد حسن، معلمة الفنون البصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منسقة الموهوبين، ويشرفني أن أكون ضمن أعضاء فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة. تفضلي أستاذتنا أستاذة دعاء، تفضلي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر مستر فوزي الحلاوتي على إعطاء الفرصة لي، وكمان يسعدني ويشرفني أن أكون عضو ضمن فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21، وأشكر أستاذة ندى على المقدمة الرائعة دي. بصراحة يعني ما شاء الله عليكي، أهلا بك وكل إخواتنا الأشقاء العرب في دولة الإمارات. شكرا لك أستاذة ندى. النهاردة أنا معكم هنقدم إن شاء الله محاضرة بعنوان أدوات الذكاء الاصطناعي. طيب نحب الأول بس نتعرف يعني إيه ذكاء اصطناعي. يعتبر الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الكمبيوتر، تمام؟ كان الأول خالص لو نفتكر مع بعض كان في الكمبيوتر كده، كان في تطبيق لونه أسود اسمه الدوس، تمام؟ ده كان قبل بقى ويندوز 1000، ويندوز 97، وبعد كده ويندوز 2000، وفيما بعد طورنا لحد ما أصبحنا ويندوز 10 وويندوز كمان 11. بعدين دخل علينا حاجة كده اسمها الذكاء الاصطناعي، هو فرع من علوم التكنولوجيا، يعني ما هوش حاجة غريبة أو حاجة مريبة، لا هو فرع أحد فروع التكنولوجيا. طبعا أحد فروع التكنولوجيا زي البرمجة، برضو من فروع التكنولوجيا اللي هي الأوفيس، الوورد والإكسل والباوربوينت، ده فرع من فروع التكنولوجيا، تمام. وأخيرا بعد تطور التكنولوجي السريع على مستوى العالم، في فرع معانا أصبح اسمه فرع الذكاء الاصطناعي. من ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي في الروبوت، تمام، في بعد كده اللي هو أداة هي للمحادثة اللي هي تشات جي بي تي. هي مش حاجة ضخمة يعني، لا هي مجرد أداة بحث. ومعانا اللي هي الصورة بتتحدث، دي لها برامج كتير، في الدي اي دي وفي الفيديو نوز، دي هنشرحها معانا برضو. وبرضو معانا اللي هي ازاي نعمل باوربوينت بواسطة الذكاء الاصطناعي، وده أسهل حاجة. يعني هما 3 أدوات أسهل من بعض الصراحة النهاردة، تمام. ونتعرف على نكمل تعريف الذكاء الاصطناعي. فرع من فروع التكنولوجيا، فرع زي بالظبط كده مادة الدراسات، أفرحها إيه؟ الجغرافيا والتاريخ، تمام. بعد كده مادة العلوم أفرحها إيه؟ أفرحها اللي هي الأحياء والكيمياء والفيزياء، مادة الرياضيات الإحصاء والهندسة والجبر، تمام. فده نعتبر ان التكنولوجيا دي كانها كده ماده علميه، والذكاء الاصطناعي هو فرع من فروعها الحلوه الجميله. طيب ايه بيهدف ليه؟ ايه هدفه؟ ايه الذكاء الاصطناعي هدفه ايه؟ هدفه تطوير نظم وبرامج، تطوير النظم والبرامج، تستطيع محاكاه القدرات الذكاء البشري.
بتحاكي قدرات الذكاء البشري. وهنشوف ازاي الكلام ده هنطبقه عملي حالا، تمام. ومن اهم التكنولوجيات الناشئه، هو مهم بس عشان جديد، تمام. فعشان كده من اهم التكنولوجيا اللي شايف القرن الواحد والعشرين، تمام، عشان لسه ايه جديد يعني. ويستخدم في العديد من المجالات مثل الروبوت والتعلم الالي ومعالجه اللغه الطبيعيه. الروبوت كلنا عارفينه وشايفينه في المصانع بيكون موجود، تمام، واصبح النهارده يعني متداول بشكل كبير جدا في كمان المصانع، حتى المصانع الحكومي، بعض المصانع الحكومي اصبح فيها الروبوت، لانه ايه بينجاز المهام. طيب في ايه تاني في معانا في الذكاء الاصطناعي؟ تعال يتمثل برضه في قدره الانظمه والبرامج على اتخاذ قرارات، زي ما هنشوف حالا في تشات جي بي تي ازاي بياخد قرار، ممكن يكتب لنا قصه، يكتب لنا بحث علمي، تمام. زي برضو ما احنا بنشوف في عمل الباوربوينت، ومش بس الباوربوينت، وحاجات تانية هنعملها برضو بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهنعرف ليه هو بيحاكي الذكاء البشري، تمام. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على المعرفة والتجربة، أكيد طبعا هنجرب مع بعض، ومحاكاة طرق التفكير البشري. أستاذة دعاء، لحظة واحدة، في بعض الزملاء فاتحين الكاميرا، إذا حابين تفتحوا الكاميرا فهنسيبها مسموحة للجميع، اللي عايز يفتح الكاميرا مفيش عندنا مانع، بس ياريت يكون الكل حريص ان احنا موافقين على فتح الكاميرا الان. بس حبيت انوه علشان في الدكتور احمد الكاميرا بتاعته مفتوحة. بس اتفضل يا دكتورة. اتفضل يا دكتورة دعاء. هو حضرتك بس هو فتح الكاميرا مفيش، انا عن نفسي ما عنديش مانع، تمام. ولكن انا في احد المحاضرات لما شخص فتح كاميرا وشخص تاني وتالت ورابع، اصبح في ثقل على التطبيق نفسه التيمز، فاصبح في مشكله في الصوت عندنا، يعني مش بس كمان غلق الكاميرا والمفترض كمان غلق المايكات، معلش يعني عشان بس المحاضره. خلاص اتفضلي كملي. التطبيق نفسه فهيحصل مشكله كده في الصوت، ما فيش مشكله. اتفضلي احنا عملنا اللازم. طلبت من ليدر الفريق انه يلغي المحاضره لان كان في مهزله بصراحه. لا خلاص، احنا عموما ما بنحبش في عندنا فتح الكاميرا خالص نهائي، بس انا استحيت ان انا اقول بس في حد فتح الكاميرا، وخصوصا ان يعني فاحنا خلاص هنرجع لنظامنا الاولاني خالص، مفيش كاميرا مفيش صوت الا وقت الاسئله. تفضل. شكرا مستر فوزي. تمام، في محاكاه التفكير البشري والتعلم الالي، الاصطناعات تقنيات مقدمه مثل تعلم الاله والشبكات العصبيه والاصطناعيه، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش يعني هو الشق النظري، بحب برضو اوضح واعرف، معلش في بعض الناس يعني ايه بتطول في المحاضره بتاعتها، لا انا بس بحب ايه يعني كده ادي كل حاجه بضمير. هو هنا احنا في برضو اقاويل ان الذكاء الاصطناعي ده اخترعوه لتدمير طبعا العقل البشري، وفي اقاويل ان الذكاء الاصطناعي له مخاطر كثيره، ابرزها ان فيما بعد الحكومات على مستوى العالم هتستغنى عن ثلثين الموظفين في جميع الوزارات وجميع المجالات، وخاصه كمان القطاع الخاص، تمام، قطاع خاص. طيب هو مش قصة ان في ناس هتتلغي من القطاع الخاص او القطاع العام، لا، هو بس ايه علشان كل ان ده بس دفع كده لان كل الناس تبدا تركز على تعليم الذكاء الاصطناعي او تعليم التكنولوجيا بصفة عامة، لان بالفعل في ناس ما عرفاش حتى يعني ايه وورد، في ناس لحد النهاردة مش معترفة حتى بالآلة الحاسبة، تمام. فدي دفع بس لان ايه اي موظف يعني لازم يطور من نفسه عشان الانتاج يزيد. هو كمان مش معقول يعني خصوصا في القطاع الخاص ففي مرتب وفي حافز وكده، والموظف زي ما هو مش مطور من نفسه، ده حتى تغيير سنه حياه، تمام. ف
فده المطلوب من اننا نتعلم التكنولوجيا بصفه عامه. يعني ايه افرع تكنولوجيا؟ في ناس لحد النهارده فاهمه ان الذكاء الاصطناعي دي حاجه كتله لوحده، ده كتله لوحده، والكمبيوتر حاجه لوحده وتكنولوجيا وحديها. لا لا يا جماعه، دي مش كده خالص. التكنولوجيا دي عباره عن شجره كده، وافرعها فرع منيها الذكاء الاصطناعي، فرع منيها برمجه، تمام، فرع منيها برضو من احد، انا شايفه ان من احد افرع التكنولوجيا مجال التنميه البشريه، لان برضو داخل في مجال التكنولوجيا، تمام. فدي التكنولوجيا افرعها كتيره جدا. طيب كمان هنا محاكاه التفكير، يعني انا مثلا لما محاكاه التفكير مش معنى كده انا هدخل الذكاء الاصطناعي في مخي او هجيب اللابتوب في دماغي هركبه، لا، محاكاه التفكير ان انا بمجرد ما ادي اوردر لمثلا اداه زي تشات جي بي تي تعمل لي بحث، ففورا هيكون البحث ستاف نازل، اوكي. طيب ولكن برضه هو في الاول وفي الاخر دي اله صناعيه، هنشوف ازاي هنعدل على الاخطاء الاملائيه، ان برضه العقل البشري لازم ما يكون شغال، تمام، وان في الاول وفي الاخر اللي اخترع التكنولوجيا ده بني ادم زيي وزيك، مش يعني صحينا من النوم لقينا في حاجه اسمها تكنولوجيا اللي اخترعها بني ادم، تمام. فاكيد طبعا هنشوف تعديلات كتيره جدا هنعملها في شغلنا اللي هو الشق العملي. طيب التقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي، الشبكه العصبيه والاصطناعيه وتعلم الاله. الشبكه دي هي اللي ايه برضو عشان اقربها لحضراتكم، الامن السيبراني، وده احد برضو افرع تكنولوجيا، تمام. والامن السيبراني ده لو اتكلمنا عنه عايز اكتر من 5 6 محاضرات، وانا اديته قبل ذلك في احد المحاضرات، يعني في اكاديميه كده. تعد الشبكات العصبيه الاصطناعيه نموذجا رياضيا مستوحى، وتعمل على معالجه من الدماغ البشري، المعالجه، تمام. زي الامن السيبراني كده، يعني هو معالجه مثلا حمايه الراوتر، حمايه الشبكه، الشبكه الخادم العام هو السيرفر، تمام. طبعا عندنا احنا شبكه صغيره وشبكه كبيره اللي هي لان ووان وكل ده، فكل ده طبعا بيكون في امن مسؤول عن كل الشبكات اللي هي دي اللي بتشتغل، تمام. وهي تحت مسمى الامن السيبراني. الامن السيبراني دي فئه كده من الامن، وخاصه كمان الامن الوطني بتكون مسؤول عن حمايه كل الشبكات دي، لانها الشبكات دي مش بس حضرتك بتستخدمها عشان تشوف محاضره، في البنوك بتستخدمها، في وزارات بتستخدمها، وزاره العدل، وزاره الداخليه، في برضو قطاع خاص ياما بيستخدمها. فمش معقول هنسيبها كده لاي شاب متعلم ازاي يخترق، او معاه كود يخترق شبكه فيخترق لنا شبكه يعني للوزاره او لجهه مهمه، الدنيا كلها هتضيع. هي مش سبب كده جهجهون الحكايه، ده في ناس بتشرف امن مشدد على الشبكات دي، ولحمايتك انت برضو من حد من اي حد ممكن يخترق حساب حضرتك ويطلع على اسرار حضرتك. طيب تعلم الاله، تعد تقنيه تعلم الاله، اي اله يا جماعه سواء الروبوت او تشات جي بي تي، تمام، من ابرز تقنيات الذكاء الاصطناعي اكيد طبعا. ما ينفعش حد يعني يقعد يستخدم اله او حتى امام تطبيق زي وورد او حتى زي الاكسل هو مش فاهم او مش متعلم، ده ايه اول وايه اخره، تمام. محاكاه قدرات الانسان في اكتساب المعرفه، اكيد طبعا لما بتتعلم حضرتك تطبيق او حتى لو اتعلمت كريت ايميل، يعني تعمل ايميل على جوجل او على مايكروسوفت، فاكيد بتكتسب حضرتك مهارات كتيره جدا ومعرفه كتيره جدا. طيب من البيانات تستخدم التقنيه تحليلها واستخدامها في اتخاذ القرار. انا حتى لو ايميل حضرتك بتعمله على جوجل، ما اكيد حضرتك بتعمل الايميل ده عشان يتخذ قرار، القرار اللي هو ان يكون عندك ايميل تقدر تحمل اي تطبيق يلزم حضرتك، فبتحمله عن طريق الايميل.
تمام، انا ببسط لك بس المعلومه بقدر الامكان. كمان في مجالات متنوعه مثل ايه التصنيف والاستدلال والتحليل. تمام، كل دي ايه بمجرد ما هتتعلم اي حاجه، اي حاجه في التكنولوجيا. التطبيقات الحاليه الروبوت، التعلم الالي، معالجه اللغه الطبيعيه. التطبيقات الحاليه بالنسبه للذكاء الاصطناعي هي دي التطبيقات الموجوده معانا، روبوت، تعلم الي، معالجه اللغه الطبيعيه. الروبوت صدم، الروبوت ده في تطوير روبوتات تمكنها من التعامل مع البيئه واتخاذ القرارات المناسبه. وكمان الروبوت معانا حتى على الموبايل، في لعبه روبوت متبرمجه كده اللي ليه في الالعاب والحاجات دي، اكيد طبعا محملها على الموبايل بتاعه، واكيد اطفاله بيستخدموها او حتى الكبار ممكن كمان يستخدموها زي لعبه سكراتش وماين كرافت كده. تمام، طيب التعلم الالي أما معالجة اللغة الطبيعية يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم قادرة على تحليل واستخدام اللغة البشرية بطريقة ذكية وفعالة. تمام، دي معالجة إيه اللغة. معلش، هو اللي كان بيتكلم في الموبايل ده مين؟ واليوم سوف نعرض أدوات الذكاء الاصطناعي التالية: شات جي بي تي، برزنتيشن وورك، كرييت، فوتو، فيديو. طيب نبدأ كده بسم الله في الشق العملي. تمام، بسم الله. ومين مستر فوزي كان بيتكلم في الموبايل؟ نعم يا دكتورة. طيب هندخل مثلا قولي يا حضرتك. بيتكلم الموبايل ده مين؟ كان في احد الاشخاص الصوت واصل، الصوت مش واضح. أيوة. بالنسبه لي. طب لا، طيب تمام، خلاص انا هكمل شرح. ماشي، اتفضل. هنكتب هنا، هنبدأ بإيه؟ هنبدأ ب برزنتيشن ورك. تمام، حرف الجيم، جيكون كابتن جام اهي. جام اي اي ايه، واحنا ناخد اول واحدة اللي هي جام دوت، ناخد ناخد اول واحدة جام دوت اي دبل بي اهي. تمام، وهشرح لكم على التيمز. تمام، لحظات ويحمل معانا الجهاز. أستاذة دعاء، الشاشة متوقفة عند الجوجل والأكاديمية المهنية للمعلم. الشاشة ثابتة على شريحة فيها الجوجل والأكاديمية المهنية للمعلم. بس حضرتك معاكي في المحاضره تحميل يعني انا عامله ايميل تاني. استاذه منى واستاذه هنا لسه ما حملش. احنا ممكن نكسب وقت ونشتغل انا هنا محمل، انا عامله تحميل هنا من الايميل التاني، بس في مشكله يعني عندي في النت كده وبرضه ما حملش اهو. هيفتح هو بمجرد ما هيحمل معانا هتظهر معانا الشاشة دي على طول. تمام، هندخل بإيميل
بالايميل بتاع اللي هو جوجل، ندخل بايميل جوجل، هيدينا اختيارات الفيس ولا لينكدين ولا جوجل، نختار جوجل بس، وهتفتح معانا الشاشه بالمنظر ده، بس لان هنا هو في الايميل التاني مش محمل معايا. طيب هنا هنختار طبعا ايه، هنختار برزنتيشن ولا دوكمنت ولا أستاذة دعاء، ويب بيج. أستاذة دعاء نعم نعم تمام نعم دلوقتي حاليا، لأن الكل بيسأل إن الشاشة متشيرة دلوقتي. الحمد لله ظهرت الصورة، بس الجزئية بقى اللي هي من أول اسم البرنامج ما ظهرتش، الشاشة كانت متوقفة تماما. تمام، هو هنكتب جام، تمام هنكتب جام بس، وهنضغط عليها هتدينا اختيارات، نختار ايميل جوجل ولا ايميل الفيس، هنختار ايميل جوجل بس، لان هي حضرتك ما حملتش اصلا، اهي اهي حملت معنا الحمد لله، تمام كده اهي، بس هنعمل ساين اب فور فري معايا يا استاذه ندى. استاذه ندى رد عليه لو سمحت معايا. واضح استاذه دعاء، بس هو انا اسمي خلود مش ندى. استاذه خلود اهي خلاص، احنا ضغطنا على ايه، على جام، خلاص كده في اي مشكله؟ طب هنختار ساين اب فور فري اهي، يعني احنا عايزين الحساب المجاني، لان في منه اللي هو باشتراك شهري او سنوي. خلاص اهو يدينا هنا اختيار كونتينيو ويز جوجل، راح اختار كونتينيو ويز جوجل، تمام اهو كونتينيو ويز جوجل. بس في اي مشكله لحد كده استاذه خلود؟ استاذ خلود في اي مشكله؟ واضح واضح، لا لا واضح استاذ. اهو بيديني هنا الايميل اور فون، فانا هكتب هنا رقم التليفون بتاعي ده اسهل يعني عشان بس الوقت. وهعمل نكست اهي. انت يور باسورد. طيب انا حطيت الباسورد اهو. عملت الباسورد وعملت انتر، هو هنا بيديني الباسورد، في مشكله؟ طيب هو هنكتب الباسورد تمام. طب لحد الباسورد في اي مشكله يا جماعه؟ تمام معلش انا هضطر بس ايه، هو الباسورد، وبعدين اول ما هيفتح معانا هيديني دي الشاشه دي حضرتك، تمام كده، بس عشان الباسورد في مشكله مش راضي يجمع. هنختار هنا البرزنتيشن، تمام كده اهو، هكتب هنا اسم البرزنتيشن بتاعي اللي عايزه ايه اشتغل فيه. طيب في هنا حاجه، هو المفروض هنا بيديني نسبة شغل يعني ايه كريدت محددة، بيديني انا مفترض يعني في 1000 كريدت معايا، لو خلصوا ادخل بحساب ده منيهم 160 كريدت كده، تمام المتبقي 160 كريدت متبقي معايا من اصل 1000 يعني. طيب فانا هكتب موضوع، وليكن مثلا عايزه موضوع عن النظافه مثلا، عن برزنتيشن عن ايه، او برزنت او برزنتيشن عن النظافه، خلاص تمام اهو، حط كلمه النظافه هنا وهعمل انتر، تمام. بعد كده اهو مديني هنا تعريف النظافه، اهميه النظافه في حياتنا، انواع النظافه، النظافه الشخصيه، النظافه المنزليه، النظافة البيئية، النظافة الأماكن العامة. أنا لو ممكن هنا ألغي حاجة كده لو مش عاوزاها، تمام؟ طيب وممكن أسيبها زي ما هي، وممكن لو حابة أضيف أضيف برضو. وهنا اللغة عربي طبعاً، أهي اللغة، لغات كتيرة مديهالنا، أنا مختارة اللغة العربية، تمام؟ طيب خلاص لحد كده ممتاز، حاضر على كونتينيو. الخطوة اللي بعديها هو هنا بيديني ايه خيارات في السلايد، الوان السلايد والخلفيات بتاعت السلايد اهو، بيديني سلايدات كتيرة جدا اهي، اختار السلايد اللي نفسك فيه حضرتك اهو،
تمام، عدل السلايد اهو، اختار اي سلايد. انا ممكن اختار، انا بحب الالوان الفاتحه عامه، انا هختار السلايد دي، وانتوا براحتكم اختاروا السلايد اللي يريحكم. اهو اخدت السلايد دي انا، خلاص كده انا ايه حددت السلايد. هنا اهو في المستطيل الموف ده اضغط كونتينيو واسيبه مع نفسه ايه يجمع لي السلايدات. تمام، لحظات كده حامل معانا السلايدات بتاعتنا. تمام كده يا شباب، لحد كده ممتاز. لحد كده ممتاز، في أي مشاكل، في أي خطوة يا جماعة مش واضحة ومش مفهومة؟ تمام تمام هو كده خلاص بيكتب أهو، أهو بيكتب، مدينا كمان ربة منزل زي العسل أهي، بتنظف لنا المطبخ أهي. تمام أهو أهو بيجهز أهو. تمام، لحظات بيحمل أهو يا شباب. في أي مشكلة يا جماعة؟ أنا طبعاً متأسفة بس لأني أنا في الصعيد في سوهاج، تمام؟ بس هي المشكلة والله العظيم في النت من امبارح، أنا حتى صفحتي الشخصية كانت مقفولة مش عارفة أفتحها، فتحت معايا بعجوبة يعني. فهي بس، وأنا برضو إن شاء الله هحاول تاني في الأكونت اللي أنا عاملاه، عشان لأن طبعاً الأدوات دي أنا عاملة أكونت طبيعي يعني من فترة كبيرة جدا، بستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات كتيرة جدا يعني. فأنا هحاول برضو إن شاء الله هحاول في تشات جي بي تي، أو ولسه برضو معانا اللي هو الصورة تتكلم، اللي هو فوتو فيديوز، فإن شاء الله يجمع معانا الباسورد. متأسفة طبعا الموضوع الكحة ده، بس غصب عني أنا كنت مشاركة في الانتخابات الأسبوع اللي فات فأخذت برد يعني. أهو بيحمل معانا يا جماعة الشرائح، أهو بيدينا كمان أدوات التنظيف أهي، الفرشة والمقص والجيلات معجون الأسنان، ومدينا كمان صور هنا أدوات تنظيف البلاط والسيراميك. طبعا ايه موضوع متكامل، موضوع متكامل. انا كان ممكن طبعا احذف حاجات مني، بس انا عاوزاه عشان ايه نتعلم من بعضنا احنا. انا مش، انا النهارده جاي عشان اتعلم منكم وتتعلموا مني، نستفيد من بعض. خلص هو كده، خلص خلاص تمام. طيب نيجي كده اهو، اول شريحه معانا اهو. تعتبر النظافة عملية حافظة على الصحة والهنا، تلعب إيه النظافة دورا كبيرا في تحسين جودة الحياة والمحيط. تمام، وأدي إيه السلايد. طيب نيجي السلايد اللي بعده، تعريف، بيديني تعريف النظافة. تمام، اللي بعده، وكل سلايد لها رقمها. شايفين الحلاوة والجمال، شايفين التقدم التكنولوجي. إحنا مش في عصر التكنولوجيا، إحنا في عصر البيوتكنولوجيا. تمام، أهمية النظافة في حياتنا، دي تالي الشريحة، رابع شريحة اهي اهي. تمام، هو كده عامل لي جمع 7 شرائح، نشوفهم سهل ان نشوفهم اهي، كيفية الحفاظ، وكمان ايه عاملهم لي كمان مرقمين الارقام. تمام، انا طبعا البرزنتيشن ده اقدر اعمله بمنتهى السهولة واليسر طبعا في الباوربوينت العادي. تمام، بس هنا ايه يعني حاجة سهلة كده وسريعة، حاجة كده زي التكاوي. تمام اهو، فوائد النظافة آخر سلايد معانا، اعتني بنظافتك. طيب ممتاز، هنا نيجي شايفين هنا الباليت بتاعت الألوان، الألوان ما أنا مش عاجبني اللون ده، أنا ممكن أختار حاجة تانية أهي، أهو ألوان تانية أهي الدهاني. طبعا مش عاجبني اللون هنا، ممكن أختاره هنا أهو على جنب. تمام، طب أنا عايزة اللون كده، أنا عايزها أهي كده يعني ايه زي ما كانت الاول تقريبا. دي هي دي، انا بحب اللون يكون على جنب. تمام،
طيب هنا ايه ممكن احذف الشريحه دي؟ انا الشريحه دي مش لازماني ومش عاوزاها، انا ممكن احذفها من هنا اهي. طب ديفولت معايا، انا ممكن برضو اختار الوان كتيره، هو مديني الوان كتيره جدا، انا بحب اللون ده، نختار مثلا الديفولت دي اهي، اللون ده غبي شويه بالنسبه للشريحه عشان فيها صور، خلاص نختار لون فاتح مش شرط عشان انا حباه، يعني افرضه عليكم اهو، اللون ده اهدى كده وحاسه فيه تنسيق اكتر. طيب ايه تاني؟ الكالرز، الكالرز اتكلمنا فيها خلاص. طيب هنا ممكن اهو شريحة كبيرة، كبرنا الشريحة تمام، وايد نحاول ايه الشريحة بالعرض، فاصبح مظهرها مش حلو مش حلو. ده الكود بتاع اللون يا شباب، اهو ده كود اللون بتاعي، يعني كمان ايه شايفين الجمال والحلاوة، يعني سبحان الله، والله الاخ يعمل كده مع اخوه، مديني الكود بتاع اللون، لربما انا ادور في الالوان فانا ممكن افتكر كود اللون. ممكن صاحبتنا خلود عجبها اللون، فبدل ما تدور في الباليت كلها، لا انا ممكن اديها الكود، ممكن تكتب الكود بتاع اللون في السيرش ويظهر معاها ايه اللون على طول. طيب ده بالنسبه للتنسيق. طب تعالوا هنا شوفوا الثلاث نقاط ده اللي فيهم ايه، الثلاث نقاط ده ممكن هنا احذف انزل الشريحه تحت تمام، اطلعها فوق، اعمل لها دوبليكيت، يعني اخليها اتنين، اخليها اتنين الشريحه تمام، ممكن اصعدها فوق اهي، انا الشريحه طلعت ايه فوق شويه معايا. طيب في ايه تاني معانا هنا؟ هنا كمان ممكن انا اهو مش عجباني كلمه اعتني بنظافتك دي، فانا لحظه واحده بعد اذنك. مش عجباني كلمة تعتني بنظافتك، عايزة أدي عنوان تاني للشريحة، أنا هحذفها عادي كده أهو، دي هتحذف، نخليها مثلا تابع إيه النظافة مثلا أهي، غيرتها عادي جدا، هو عشان الذكاء الصناعي هيفرض عليا رأيه؟ لا طبعا، تمام أهي عادي جدا، إيه اتغيرت، غيرت من الشريحة تمام. طيب شفنا كده التنسيق، وشفنا ممكن ازاي اطلع شريحه، انزلها، غير لها الالوان، غير في الكتابه، انا ممكن كمان اخد الشرائح دي سلايدات دي ايه، اخدها مثلا كتمبلت معايا، مش لازم اخد العناوين والحاجات دي، انا ممكن امسح كل ده واخليها مثلا بحث، استخدم الشرائح دي اكتب عليها بحث، استخدم الشرائح دي في ماتيريال تمام، اي حاجه، هو اهم حاجه يعني انا حاسه الباترن حلوه، الالوان هاديه حلوه متناسقه تمام. هنا ايه اهو اد بلانك كارد، ممكن اضيف شريحه اخرى اهو، اضيف شريحه تاني اهي، شريحه ضغط اهي كمان اهي، كل التنسيقات بتاعتها مفيش اي مشاكل اهو، اللاوت بالتخطيط بتاعها كمان اهو، استخدمها زي ما انا عاوزه تمام. اد فروم تمبلت، اضيف تمبلت تاني اهو، لو حابين نضيف اي تمبلت تاني اهو من هنا اهو عادي مفيش اي مشاكل، ضافت اهي كارد تايتل اهو اتضاف معانا تمام، عادي مفيش اي مشاكل اهو، حاجه منتهى الروعه منتهى الجمال. طيب وادي هنا برضو ايه التنسيق اهو معايا دي، طبعا اتكلمنا فيه، ادي فيه الشير برزنتيشن هنا برضو ايه ادوات التنسيق بتاعت الشريحه، حرف الاي ده اللي هو طبعا التكست الكتابه لو عايزين نكتب، هنا التمبلت طبعا اتكلمنا فيها هنا في الافرع هنا تمام، كمان هنا ممكن الشريحه من تعديلات الشريحه وكده تمام، هنا ممكن تخطيط الشريحه اهو، لو حابه مثلا اضيف اشكال الشريحه زي الباور بوينت بالظبط معانا تمام، اضيف اي شكل من مش اي مشاكل، لو حبيت اضيف صوره تمام بيكتشر او ايقونه تمام، ممكن اضيف عادي مفيش اي مشاكل، صوره جيف مثلا حابين، لو حابب تضيف اي لينك فيديوز مثلا يوتيوب تمام، اي فيديو عند حضرتك ممكن تضيفه، ممكن تضيف اللينك بتاعه اه، ممكن تيك توك تمام، اي برنامج عليه فيديوهات مفيش اي مشاكل،
او اوديو كمان زي الباوربوينت العادي بالظبط بالظبط، مفيش اي اختلاف، مفيش اي اختلاف فيه. تمام، ادي كمان اهو لو حابب مثلا هنا تبعت البرزنتيشن بتاعك على الجوجل، تبعته على تويتر، تبع اي ايه اي تطبيق انت حابب تستعمله، مفيش اي مشاكل في الباور بوينت اللي احنا اشتغلناه، مفيش اي حاجه، تمام زي الباور العادي بالظبط. طيب نيجي لاهم حاجه انا الشير، بص معايا هنا في الشير حابب تشير لمين، تمام حابب تودي ده لمين، في هنا ممكن تضمن، ممكن تعمل كوبي لينك كده اهو كوبي ونبعته ايه على الواتس مثلا، احنا الكوبي ده معروف يعني مش محتاج شرح، كوبي هنبعته على جروبات الواتس والتليجرام والماسنجر واي جروبات احنا مش شاركين فيها، اي جروبات مش شاركين فيها ما دام عملنا كوبي. تمام، طيب ولا حابب تبعته مثلا لاحد الاصدقاء، تمام من خلال الايميل اهو، اد ايميل هنا حابب تبعته لمين هنا، تمام فهتبعت ايه اد ايميل، تكتب الايميل وتبعت لاي صديق او شخص. تمام، طيب نيجي هنا دي برضو تبع الشير، نيجي هنا اكسبرت، دي مهمه جدا جدا، هنا تضمين طبعا اللينك، تضمين اللينك اكسبرت، هتصدره ايه حضرتك، عايز تصدره بي دي اف ولا عايز تصدره اكسبورت تو باوربوينت ولا اكسبورت تو بي دي اف؟ تمام، انا عايز اصدره اكسبورت تو باوربوينت وبعدين هعمل بي دي اف تاني. طيب يلا نصدر اكسبورت تو باوربوينت، يلا ضغطنا على اكسبورت تو باوربوينت. تمام، لحظات معانا كده وهيحمل، نستحمل بعض شويه في تحميل الانترنت معلش يعني. طبعا كل ما في تقدم تكنولوجي في راحه اكتر، طبعا انا الباوربوينت ده 7 سلايدات عشان اعمله مش اكتر من ساعه، مش اقل من ساعه، مش اقل من ساعه. تمام، طبعا تظبيط التكست النص، طبعا الالوان، طبعا تظبيط الفونت، كل ده بياخد مش اقل من ساعه. تمام، طبعا ديزاين وانيميشن، تمام كل ده بياخد ايه وقت من انا احمل. الحمد لله رب العالمين، يلا كده نشوف البرزنتيشن بتاعنا اهو. تمام، اهو لحظات يحمل الباوربوينت، هيفتح معانا باوربوينت عادي جدا 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 جدا. طيب حمل معانا، طبعا احنا فاكرين الشق النظري اللي اتكلمنا فيه وقلنا ان لازم تدخل العقل البشري لتعديل النص. تمام، هنا طبعا يدينا النص فيه لخبطه شويه، تمام لان الخط اللي هو بتاع الذكاء الاصطناعي مش متحمل على الويندوز. طيب نعمل ايه، نسيبه كده متلخبط ويروح للناس متلخبط كده يعني، شوف الشريحه دي كمان اكتر اهو مش فاهمين ولا كلمه من ده. لا طبعا، ما هعمل ايه، هعدل منين، من انابل ايدل، انابل ايدل، تمام اهي حلو الكلام. اعدل ازاي، هعمل كده احدد الجمله بتاعتي خلاص واعمل كنترول A، تمام وابدا ايه ادخل على هنا الخطوط اهي واختار ايه، اختار حاجه اسمها اري، حاجه طبعا اللغه العربيه طبعا. تمام، انا اخترت اري تمام عشان دي انا طبعا اللغه العربيه ومنتشره جدا اهي. تمام، اكبر شويه، انا مديني طبعا 17.5، انا هخليها وليكن 20 اهي اهي كده احنا قريناها خلاص. اختار حاجه تبع اللغه العربيه، ولو عايز انجليش مفيش اي مشاكل يا حبيبي، استعمل انجليش براحتك، فرنسي، اللغه اللي تريحك، بس انا بحب اختار اللغه العربيه يعني عشان ما تعبش حد اهي.
وظهر معانا الجملة واضحة وحلوة زي الفل اهي. تمام. طب مش عاجبنا اللون، ماشي اهي، اختار اي، ممكن برضو اديها ميول شوية، اختار اي لون انا عاوزاه، اختار اللون النبيتي الغامق ده بس عشان يظهر معانا. طيب بالنسبة للشريحة، ممكن اعدل فيها، ممكن اعدل فيها من ديزاين هنا، واختار فورمات باك جراوند، اختار طبعا الشريحة، نختار لها اي لون اهو، اي لون نلون ايه الشريحة بتاعتنا اللون ده. تمام. هنا طب نختار شفتومات شغالش معانا للشريحة. طيب نختار ديزاين تاني، نختار حاجة من دول كده، مش ايه ده، مش شغالة معانا الشريحة ليه؟ طيب مفيش مشكلة، نختار شريحة تاني ونعدل فيها برضو اهي، ادي الخط اهو واعمل كنترول ايه، احدد وابدأ اختار اهو حاجة اللغة العربية كده، وابدأ ايه اهو اريال لغة عربية، ونبدأ ايه نغير برضو في الحجم اهو. تمام. وادي الخط بتاعنا كبرناه وخليناه باللغة العربية. ليه؟ لأن كل حضراتكم الخطوط دي اهي، كل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي متحملة على الويندوز، دي متحملة على الويندوز. طب عاوزين خطوط تاني، احنا ممكن نحمل في تطبيق الخطوط، ممكن نحمله ونضيفه على الباور بانك بتاعنا. تمام. ولكن ده قصة تاني خالص. تمام. طيب انا عايزة احاول بس اعدل في الشريحة، عايزة اغير من لون الديزاين بتاع الشريحة، انا مش عارفة بس مش عارفة، ممكن نختار لها حاجة زي كده مثلا. تمام. نحاول نختار كده حاجة زي كده مثلا، يمكن تتعدل، ما تعدلتش برضه. طيب ممكن كمان نشيل دي اهي، made with jam اهي، نعمل لها كات كده. تمام. متغيرش معانا ديزاين الشريحة، مش متغير معانا النهاردة. طيب خلاص، مش ايه، مش قصة، مش مشكلة. ممكن نضيف صورة، ممكن نضيف صورة اهي، من عايزها من على الجهاز نضيفها من على الجهاز اهي. تمام. نضيف مثلا صورة زي دي كده اهي، نعمل لها انسيرت اهي، ممكن نضيفها هنا اهي، دي ممكن نشيلها كات، نحط دي مكانها كده اهو، ممكن ايه نصغرها شوية اهي. تمام. هنخليها ايه كده. تمام اهي زي الفل اهي. خلاص كده يا شباب، في اي مشكلة؟ مفيش اي مشاكل. تمام. ان شاء الله مفيش ايه اي مشاكل. ممكن اخليها سند تو باك، ممكن اخليها كمان خلفية. خلاص هي ايه كده اصبحت خلفية معانا. تمام. مش عارفة برضو ما ظهرهاش معانا، برضو ما ظهرهاش معانا. خلاص. طيب ممكن كمان نضيف صورة من اونلاين اهي، اونلاين بيكتشر اي صورة كانت. تمام. لحظة كده ويحمل معانا الانترنت، يفتح معانا اهي اونلاين بيكتشر اهي. ممكن نختار اي صورة، وليكن الصورة دي مثلا اهي، احملها كده الصورة دي واعملها انسيرت. تمام اهي، مفيش أي مشاكل. أنا ممكن أهي نخليها هنا كده أهي، على شكل دايرة كده أهي، زي الفل أهي. تمام أهي، حلوة خالص، حلوة خالص أهي أهي. تمام. أو لوجو أو أي حاجة حضرتك، أي حاجة أنت حاببها، أي حاجة أنت عاوزها. تمام. مفيش أي مشاكل. ممكن نشطب كل الكلام ده، تعريف النظافة، ونخليه أي موضوع تاني، نخليه موضوع في حقوق الإنسان مثلا. تمام. موضوع عن قيم المواطنة، ترشيد استهلاك الطاقة، أي موضوع حضرتك أنت حابه. خلاص. طيب أدي كده إيه شرحنا البرزنتيشن. تعالوا كده نجرب مع بعض، إن شاء الله كده نجرب، دون تسيف طبعا مش عاوزاه، نجرب مع بعض إيه
البي دي اف. طيب تعال نجرب البي دي اف. تمام، في اي مشكلة لحد كده يا شباب؟ في اي مشاكل؟ في اي غموض؟ طيب الدوكوميشن اهو، هعمل دوكوميشن نفس الخطوات، هي نفس الخطوات. دوكوميشن بتاعي هعمله مثلا عن قيم المواطنة، يلا كده اهو، مثلا مثال يعني قيم المواطنة اهي، قيم المواطنة، واعمل انتر واعمل كونتينيو. خطوات سهلة جدا، دي عناوين مفهوم المواطنة وكده. تمام، مديني برضو الوان للصفحات، بختار اللون الحلو ده اهو، اعمل كونتينيو اهو. اهو لحظات كده ويحمل معانا، لحظات بسيطة بسيطة خالص ويحمل معانا، مفيش أي قلق. خلاص أنت ملك المحاضرة. تمام، أنت خلاص ملك المحاضرة بتاعت النهاردة، كده كده لغيت كل المواعيد الوراق، فاستحمل. أهو كده هو بيكتب كده السليم، مفيش أي مشاكل، وبيكتب براحته، محدش بيجري وراه. تمام، أهو يا رب ان شاء الله كده يعجبكم الذكاء الاصطناعي، بس طبعا مش عايزين ايه نلغي العقل البشري. تمام، مش كل حاجة هنستخدمها بالذكاء الاصطناعي، يعني في برضو اخطاء، في اخطاء املائية وزي ما شفنا في الخطوط. تمام، واحنا يعني لو في حد لغة عربية هيطلع اخطاء املائية كتير، انا تخصص رياضيات، فانا في موضوع النحويات والحاجات بالنسبة للاخطاء النحوية كتير جدا، الأخطاء الإملائية إحنا اتغلبنا عليها وعدلناها مع بعض، إنما في أخطاء نحوية فمعذرة أنا مش هقدر أعدلها لأن مش تخصصي. فأي حد متخصص لغة عربية هيكون فاهم الخطأ النحوي فين بالظبط وهيعدل منه طبعا. بيكتب طبعا الشرائح بتاعته. طبعا إحنا شرحنا الشرائح بتاعتنا وشفنا ازاي التنسيق والالوان والفونت وازاي الغي شريحه وازاي اضيف شريحه. تمام، هو هنا نظام كارت من الشريحه. تمام، بس عشان من لغه الباوربوينت بقول شريحه يعني، فازاي نلغي وازاي نحذف وازاي طبعا نعدل وازاي نضيف الوان. تمام، وازاي نشيل الوان، كل ده شرحناه في البرزنتيشن، فمش محتاجين نشرحه تاني في الباوربوينت في الدوكوميشن، متأسف في الدوكوميشن. تمام، بينسق له هو دلوقتي خلاص اهو. تمام، هو شغال تنسيق، هو لحظات كده بس نصبر عليه شوية، هو هيدينا كل اللي احنا عايزينه يعني، وبنفس رضية كمان سماحة نفس اهو، تعزيز قيمة المواطنة، تشجيع التعليم وتعزيز الوعي بأهمية قيم المواطنة في المدارس والمؤسسات التعليمية والإعلام والمشاركة. وادي الختام اهو خلاص، طبعا هو لما بيختم بيدينا توجيهات اهو. تمام، اهو توجيهات بالتحت، والتحفيز والاحتفال. تمام، هو كده كام؟ 7 برضه، 7. تمام، طبعا اسمي عشان الايميل بتاعي داخله بالايميل بتاعي وداخله باي ايميل تاني، ف كان شو كان هيكتب اسمي تاني صاحب الايميل. تمام، اهو ادي المقدمه، قيمه المواطنه، وادي المقدمه، وادي الاهميه والمفهوم. تمام، اهو حاجه زي الفل، ممتاز ممتاز ممتاز، اهو زي الفل. في اي حد محتاج يعني تكلف التنسيقات، فات التنسيقات معانا، في اي حد فات التنسيقات يا شباب؟ هنا طبعا تعليقات، لو عايز اضيف تعليق للدوكيوميشن بتاعي، لو ده لو هشيره على النت يعني، فممكن حد يضيف لي ايه
على الفيس او كده ممكن احدده في التعليق فافعل التعليقات بتاعتي. في حاجات انا مش محتاجه ان افعلها بس تمام. اها دبليكيت هم لو عايزين نعمل دبليكيت ليه تمام للدوكيوميشن اكسبورت بدل ما اضغط شيل ممكن اخد الاكسبورت من هنا اخد الاكسبورت من هنا. هنا اكسبورت تو بي دي اف اهو اكسبورت تو بي دي اف هيشتغل معانا زي الفل ما فيهوش اي مشاكل تمام. اهو شغال الاكسبورت بتاعنا وهنفتح الديكيميشن ونشوفه كلنا مع بعض دلوقتي. طبعا خلاص عرفنا الشير ازاي ونبعت ايميل ازاي والتضمين ازاي تمام. حاجات يعني انا شرحتها سريعا لاننا كلنا المفروض حافظينها وعارفينها. خلاص يا شباب انا هبعت لكم الايميل بتاع جام عشان كلنا ايه ندخل جام ونعمل بي دي اف وباوربوينت. افتح معانا يلا اهو. انا عشان مش محمل تطبيق بي دي اف البي دي اف بتاعي واخد رمز الجوجل يعني اهو ادي البي دي اف بتاعنا يا شباب اهو ادي البي دي اف اهو شغال زي الفل اهو ما فيهوش اخطاء على فكره. ميزه البي دي اف مفيهوش اخطاء مفيهوش ايه اخطاء تمام لان البي دي اف ده صوره اساسا يعني حتى البي دي اف سيف از تو بي دي اف هو بتحول لصوره عشان كده صعب معانا اننا نعدل فيه يعني لو في اي اخطاء بيكون صعب نعدل تمام. هو في تطبيق للتعديل وانا عشان بس كريمه معاكم عشان خاطر مستر فوزي هوريكم تطبيق بتاع التعديل البي دي اف ازاي كده التطبيق اللي انا مش شغال عليه بعدل البي دي اف بتاعي تمام. اني طبعا محايا لازم نغلط يعني هو اسمه لاف اهو لاف بي دي اف اهو يا شباب اهو اي لاف بي دي اف اهو تكتب على في هنا في المستطيل ده بتاع اللينك تكتب اي لاف بي دي اف تكتب شيء حاجه ثانيه هيحمل معاك التطبيق زي الفل. عايز بايميل جوجل ماشي ايميل مايكروسوفت ماشي اي ايميل يريحك اهو ممكن برضه تتحمل على الموبايل تمام. تضغط عليه كده وهتعمل اوبن تمام وتختار اللي بعد كده ايه الخطوات ليه خطوات هو تمام. طيب ده التطبيق بتاعنا شغال بعدل مني بي دي اف تمام اهو لان البي دي اف بتحول امتداد في الاصل يعني لما تحول امتداد بي دي اف ده بيكون صوره فصعب جدا انك تعدل منه اهو اهو مهما حاولنا ومهما عملنا استحاله ايه يتعدل حاجه نعدلها تمام. طيب يلا كده شفنا البي دي اف ازاي. طيب في اي مشاكل انا لحد كده خلصت الجام بتاعي خلصت الجام بتاعي في اي مشاكل في اي مشكله يا شباب. بالمناسبه انا افتكرت تذكرت في اي مشاكل. واضح استاذه دعاء يعطيك العافيه. طيب شباب معانا فتره بريك كده تمام. في لعبة حلوة كده اسمها وورد وول فبطلب بس من مستر فوزي يشير اللينك بتاع وورد وول 10 دقايق لعبة كده خفيفة وبسيطة نستلى فيها مع بعض تمام. وطبعا اللي هيجيب سكور هيكون ممتاز مش هوعد بجوائز انا اونلاين لو فيس تو فيس انا كنت اديت جائزة للشخص اللي هيجيب اعلى سكور في اللعبة فيا ريت ايه كل يعني نشير اللينك كده مستر فوزي. الاستاذه دعاء حضرتك بعتيه فين؟ بعته على الخاص مستر فوزي. طيب ممكن حضرتك تبعتيه على الشات بتاع التيمز بتاع التيمز. هو وصل لحضرتك.
بس معلش هو في مشكلة في الشات بتاع تيمز، فمش هقدر ابعته على الشات بتاع تيمز حضرتك. طيب انا ابعته لي على ماسنجر وانا ابعته على الشات فورا. ابعته لي على ماسنجر بس. اللي هو جروب الاحتياجات التدريبية مش كده؟ لا الخاص على الماسنجر. بعته لحضرتك. طيب بعته لك كده. هي واحدة وابعته على الشات التيمز فورا. حاضر. تمام. الآن موجودة على الشات التيمز وممكن ناخد الاستراحة الآن. أستاذة دعاء ممكن ناخد الاستراحة الآن؟ أتمنى أن يكون صوتي واضح. واضح أستاذ فوزي. شكرا أستاذة وسام، شكرا أستاذة منى، مدربينا ومدربين فريق الاحتياجات التدريبية الأكفاء مشرفينا، وكمان معك أستاذة خلود إضافة كبيرة أوي لفريق الاحتياجات التدريبية. شكرا أستاذ فوزي. الله يبارك فيك يا رب. والآن إن شاء الله ناخد فاصل ونعود للمحاضرة بعد إذن أستاذة دعاء.